السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشف موقع فوت ميركاتو أن أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الإيطالي دخل سباق التعاقد مع متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون حسام عوار خلال الميركاتو الشتوي القادم. وأكد ذات الموقع أن أتلتيكو مدريد قرر رسميا دخول السباق من أجل خطف حسام عوار، وهذا بطلب من مدربه ديغو سيميوني الذي يريد تدعيم صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، في حين أن مسؤولي نادي أنتر ميلان يريدون التعاقد مع عوار لتدعيم الفريق بعد الإصابات التي ضربت الفريق منذ بداية الموسم. جدير بالذكر أن حسام عوار لن يكلف أي مبلغ مالي كونه سيكون حرا من أي التزام بداية من الصيف القادم. ويذكر أن عوار دخل في صراعات كبيرة بدأت منذ قرار حسام عوار بتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.